أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أن ذكرى ميثاق العمل الوطني هي مناسبة عزيزة لما تشكله من مرحلة تاريخية مهمة لمملكة البحرين وانطلاق المسيرة التنموية المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي جسدت التلاحم والتكاتف الوطني المتمثل في التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%. جاء ذلك لدى حضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة مهرجان الشعر الشعبي الثاني هلا بالميثاق للاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني في فندق فور سيزونز بخليج البحرين الذي نظمته جمعية الشعر الشعبي تحت رعاية سموه. ونوه سموه بالأجواء الاحتفالية بهذه الذكرى الوطنية، مشيدا سموه بتنظيم جمعية الشعر الشعبي لهذا المهرجان الشعري والذي عكس تجاوبها مع هذه المناسبة وجهودها المستمرة في تشجيع الشعر الشعبي باعتباره جزءا من الموروث والهوية الوطنية والعربية، معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره للجمعية على تنظيم هذا المهرجان وللشعراء المشاركين فيه من مملكة البحرين والدول الشقيقة وما عبرت عنه قصائدهم من حس وطني ومشاركة المملكة احتفالتها بهذه المناسبة العزيزة. هذا وقد تضمن المهرجان كلمة ألقاها الشيخ خالد بن عيسى الخليفة نائب رئيس جمعية الشعر الشعبي، قال فيها: يأتي مهرجان الشعر الشعبي هلا بالميثاق الذي انطلق العمل المنصرم ليكون نبراسا في ذاكرة أبناء الوطن المخلصين للتعبير عن ولائهم وحبهم وإخلاصهم في هذه المناسبة العزيزة. وأضاف: ننطلق في النسخة الثانية بمناسبة الذكرى 18 لميثاق العمل الوطني الذي أرسى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مبادئه، والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية على جميع مستويات الأدبية والسياسية والاجتماعية. وأشار إلى أن ما يميز المهرجان هذا العام هو الرعاية الكريمة من قبل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ومشاركة عدد من الشعراء من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. وتضمن المهرجان العرضة البحرينية وأمسيات شعرية شارك فيها عدد من شعراء مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة، حيث قدموا مجموعة من القصائد التي تحتفي بهذه المناسبة وما تحقق للبحرين من منجزات كبيرة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.